لوين رايحة؟ عندي مشوار ضروري. هلا يا ماما بهالليل؟ بالنهار ولا بالليل؟ انت مالك علاقة فيي. عبير اطلعي لغرفتك وبلا هالروحة. عمتي لازم روح ضروري. عبير طالما انا ما بعرف لوين رايحة ما رح اسمح لك تطلعي. عمتي انا طول عمري بسمع كلامك بس هالمرة ما حدا رح يقدر يمنعني. وين بدك تروحي ماما؟ بدها تقتل انور. ولي انتي لحالك ولك 10 رجال ما بيقدروا يوقفوا قدامه. انتي بدك تقتليه؟ لا انا ما بدي اقتله، انا بس بدي اشوفه، بدي اساله ليش هيك عمل فينا. اطلعي على غرفتك وبلا ولدني. عمتي ان شاء الله ما حدا حيقدر يمنعني. لا انا بمنعي، ما بتطلعي من هون طول ما انا طيبه. انا راح اتصل بجدك تحسين وابوكي خليجي يشوفوكي. شبكي مدام هند؟ اه شبكي. شوفي عمتي شبك قلبي. عمتي راسي. اتصلي بدكتور بشير بسرعة. لك روحي اتصلي انا ماسكتها. روحي. الو دكتور بشير عمتي تعبانه كثير تعال فورا. ماشي هلا جاي. كيف صارت؟ ولك انت بدك تقتلي انور ولا بدك تقتلينا؟ مشان الله مشان الله اقنعيه بدي اشوفه، لازم اشوفه هلا، واذا ما شفته بدي اضل نار بقلبي طول عمري. خلص ماما بس يمسكوه الشرطه بتشوفيه وبتحكي معه. لا لازم اشوفه هلا وما بقدر استنى، بركي هرب مره ثانيه ما بشوفه طول العمر. عبير يا عبير عبير خلص تقبريني يا عمتي مشان الله ما تزعلي. عبير خلص الله يخليك والله ما بقى اروح. خلص حبيبتي خلص اطلعي على غرفتك ونامي، من هلا الصبح بيفرجها الله. ماشي ماشي دبي. يلا اجى الدكتور بشير. صباح الخير خالي. صباح الخيرات. نزار هون؟ ايه هون نايم. خير يا بنتي في شي؟ لا ما في شي بس عاوزته بشغلة ضروري. يا بنتي ساعة خمسة قولي لي في شي. الله يخليكي خالي فايقي لي عاوزته بشغلة كتير ضروري. طيب طيب تفضلي تفضلي فوتي. مدام هند مدام هند ان شاء الله. شوفي شو صار. صحتي شوي واسمعي. عبير صار لها شيء؟ لا لا ما صار لها شيء بس راحت. وينها؟ دورت عليها بغرفتها ما لقيتها، دورت بكل البيت ما فقدها. خير عبير شو في؟ روح البيت وامشي بسرعة معي. ليش شو صار؟ صار الوقت. اجى انوار؟ ايه اجى. طيب يلا
طالع لبس ثياب يجيب سلاح واشي. لا شو السلاح؟ احنا ما بدنا نقتله. لك شو بدنا نعمل؟ نقول له الحمد لله على السلامه ونرجع؟ عمل مثل ما عم اقول لك، نحن بدنا نروح نحكي معه كلمتين وبس. وبركي تهجم عليكي. وليش حتى يتهجم علي؟ هو ما له شيء لحتى يتهجم علي، انا اللي الي عنده. طيب ماشي، ناخذه معنا احتياط. اهلا مدام، سلامات، خير ان شاء الله. عبير راحت. راحت؟ شو يعني راحت؟ ما بعرف، فقنا الصبح ما لقيناها. لوين راحت؟ كانت بدها تقتل امبارح انور، كانت بدها تطلع بالليل، انا ما خليتها، قام هربت الصبح. طيب طيب، انا بعد نص ساعة بكون عندك، لا تقلقي، انا بعرف وين لاقيها. انا رح خبر كمال يدور عليها. مع السلامة. نحن شو عم نعمل هون؟ لازم ناخد تاكسي. مشان ما كل لحظة اسألك، قولي لي شو ناوية تعملي؟ نزار، قولك وين بيكون انور هلا؟ بالاوتيل. مستحيل، لو بالاوتيل كانوا مسكوه الشرطة. معناتها عند رفقاته. مثل مين؟ ما بعرف. انا بعرف واحد بيقولوا له عبد الحميد، وكان بزمانه رفيقه لانور، بس هو ما بيحبه. لنفترض انه هو متخبي عنده، شلون بدنا نوصل له؟ انا وانتي لحالنا مستحيل نعرف، لازم نغير الخطة. طيب انت محامي وبتفهم بالقانون، لاقي لي شي حل. انا بعرف انه المجرم بيرجع لمسرح الجريمة اللي عملها، وانور قتل جدك، يعني انور لازم يكون هلأ بيت جدك. معك حق، وانا هيك كنت عم فكر. خلينا ناخد تاكسي لك. ولك لح يصير نص نهار وصاحبك ما بيان. انت متأكد انه انور؟ بدك تعلمني عليه عبد الحميد؟ بايدي اخذته على بيت عفاف، ولما رجعت المساء لقيت الشرطة محاوطة البيت والضو مطفي. ليكون مسكوك؟ لو مسكوك انت عرفت. لك وين بده يروح؟ ما له حدا غيرنا. ما دام ما اجا معناتها نيته عاطي تجاهنا، وما راح يعطينا مصرياتنا. رح ناخد يا مصرياتنا يا روحه، علينا وعلى عدانا. يا ترى وينه هلا؟ انت متأكد انه عفاف عند عبير؟ ليش الشرطة قدام بيت عبير لو منه هنيك؟ معناتها أنور مانو محلي قوي غير بيت شاكر، وهلأ هو هنيك. امشي تشوفه معلم. لا، خليه يحس بالأمان هنيك شوي، بعدين نحن بنلاقيه. امشي لشوف. شو جايين نعمله؟ امشي لحتى اقول لك. فهميني بالاول قصته. بدنا ناخد سيارة بسام القديمة، بتعرف تسوق؟ بعرف، راني علمني، بس مو هي بسوق مرسيدس يعني. كله مثل بعضه. صباح الخير عمو. صباح الخير. عمو ممكن تعطينا مفاتيح سيارة بسام؟ تكرمي. شكرا. هلا عوض مالي فاضي لك، لا تلبكني. شو عوض وانت كمان عاد؟ خلينا نمشي. وين بدنا نروح؟ كل الدوريات عم تدور عليها، كلها عم تدور عليها وعلى انور. طب خلينا نلحقها قبل ما تورط. يعني وين بدنا نشوفها؟ بيت جدة شاكر، وين بدها تروح؟ هلا كان في دورية بيت جدة شاكر بجرمانة وما شافتها. تفضل. احترامي سيدي، وصلت نشرة الفنادق. فيها شيء؟ لا لا لا. ومازن وينه؟ حكى معي شوي، قال عامل كمين ببيت عفاف. ماشي، صفي. شكرا. طيب خلينا نروح نسأل نزار ورامي، بركي شافوها. انت روح على بيت عمتي وشوفها، اذا اجت لهون يكون رد لي خبر. بخاطرك. كذبت علينا، وعدتنا انها ما بدها تروح، خلتنا نايمين وراحت. أدارة من زمان وهي عم تحكي عن هاللحظة، وكانت عم تستناها. قدر شو؟ كان لازم نمنعها. أنا لو عرفان بدها تعمل هيك من الأول كنت منعتها. طيب شو واقفين عم نستنى؟ خلينا ندور عليها. أنا خبرت كمال والشرطة عم تدور عليها. عفوا مدام هند، أنا ما فيني استنى، رح دور عليها لحالي. تعالي، ما بصير تطلعي أنت يا عفاف، بخاف يشوفك أنور.
أنا رح روح شوف رفقاتها. لحظة مدام، لعمل شوية اتصالات وبعدين بروح معك. اجت من الصبح اخذته وراحت. نزار ما قال لك شيء؟ ابدا ولا كلمه، لبس ثيابه وراح معه. بركي راحوا لعند رامي. بتعرفي بيت رامي؟ انا بعرفه، دقيقه لغير ثيابي وروح معكم. الباب مفتوح. طيب انا رح اخبي السياره ونفوت نستنى جوا. يلا. عبير